السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سما مبوكو جوليت بو غور ولا بو جوليت بو جيجين دغلو نغيني لو آيات الكرسي آيات الكرسي موي سانغو آي القرآن القرآن موي سانغو تيري ييب آيات الكرسي موي سانغو آي القرآن من من قالك واخنا مع اللهم جيتال نيان بي نجهك غاي جانغ آيات الكرسي اللهم اني اقدم اليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرفها بها اهل السماوات واهل الارض وكل شيء هو في علمك كاهن او قد كان اقدم اليك بين يدي ذلك كله غدال لي جانغ آيات الكرسي بمو جيه بن يون كتب الله له يلا دنكو بندال في كل ساعة تي بيب وقتو 70000 حسنة تي بيس بوبو غاكو جانغ ا وقتو بو رومب ريك يلا دنا بندال جوروم نيار فك جوناي يو الى يوم القيامة بو يوم القيامة ومنها بوكنا تي نينن آيات الكرسي ايضا يننتي ديكو واخ من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتي صلى الله عليه وسلم ان من قرأ آية الكرسي كيف كو جانغ آية الكرسي عشر مرات فكي يون دبر صلاة العصر غيناو جولي تاكوسان قبل ان يقوم نجيك غاي جوك من مقامه فغا توغون دي جولي اعطاه الله يلا دنا لا جوخ عشر اسياء عشرة اسياء فكي يف الاولى بو نجيك بي توبه قبل الموت يلا دنا لا نانغول توب نجيك غاي فات وسانيه نيارل بي بركه في رزق يلا داي باركل سو ورسك لي غاي ام لو ام مباركه وثالثه نيتل بي السلامه في البدن يلا دنا لا مايغا ام ويرغو يرام ورابعه نينتل بي المحبه في قلوب المخلوقين نيت ني دنا لا صوب نيت ني لا لا صوب تو دو خام لولن ديفال وخامسة جروميل بإيمان بلا سكين دنجي أم جم يالله بو أندوتك فوق وسادسة جروم بنيل بخروجه من الدنيا بكلمة شهادة بودم يبوي جن أدينا سمجك يالله دنا ورسك لنا مجك لا إله إلا الله محمد رسول الله وسابعة جروم نيرل بيمر على سيرات قطر كالبرق الخاطف بوي جي سيرات دنجي مل نملخ نملخ غاوي غاي غاوي وسامنة جروم نيتل بي يوتي كتابه بيمي يالا دنا لا جوخ بو ديك يوم القيامه يال نلا جوخ سا تيري سي ساندي جور غا بوك سي ني تخي وسا وتاسيات جروم نيتل بي يوصي الله عليه قبره دو ام خط خط بامل دو سي يك دارا العاشره فكل بي يدخل الجنه بلا حساب ولا عقاب داغا دغو اجنا دون لا ريكلي دون لا مغال من ليدي سكرالتي آيات الكرسي آيات الكرسي موي سانغو آية القرآن يالنا يالا ورسكال نيو نيو من ديكو ديف بن كو ديفه يالنا يالا نانغول نيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.